الكوليسترول يرتفع معك. شنو الحل في موضوع الكوليسترول؟ أول حاجة سمعت أنت حين جبت لي سيرة الليبيتور، زين أنا بكلمك عن شغلة، سامع عن حاجة اسمها SLS في الشامبوات؟ لا والله. اللي هي صوديوم لوريل سلفيت. إيه. هذه المادة عليها تحذيرات، يعني إنها مادة مسرطنة. لاحظ أن هذه مادة SLS اللي هي مادة مسرطنة صوديوم لوريل سلفيت في الشامبوات، يعني مو شيء أنت تأكله. هذه موجودة في الشامبوات، فيقول لك مادة مسرطنة وكذا. الناس الآن بعضها أصيبت بالذعور، قام تدور شامبوات ما فيها المادة هذه كلها، وللأسف نجحت صابون رقي وخلصنا بعد. ها لا لا، أنا جايك بالكلام، هي راح تفاجئ، ها راح تفاجئ بالكلام، أنا جايك هاي مقدمات. في المواد الثانية بديلة عنها مثلا الصوديوم لوريل إيثر سلفيت، أنا أتكلم هذا لأني أنا دكتور في علوم في الكيمياء وعارف هذه الأمور. إذا كان التحذير أن مادة SLS هذه صوديوم لوريل سلفيت تسبب السرطان وهي تنحط في الشامبو، شو رأيك الليبيتور في SLS؟ الليبيتور الحبوب اللي تأخذ الكوليسترول فيها مادة الصوديوم لوريل سلفيت. إذا إحنا ممنوع ومسرطنة وكذا كذا في الشامبوات، طيب ليش هي في الحبوب ناكلها عن طريق الفم ودش بطننا ودش في جوفنا وهذا وكذا؟ هذه المادة يسمونها سيرفكتنت، يعني هذه تنظف، هذه تستخدم لتنظيف البلاط ومن زيوت التشحيم من الدهون، وهذا كلها قوية ونفسها ممكن تنظف يعني الأوردة من الداخل من الدهون، وهذه هذه فعلها، عرفت شلون؟ إذا أنت ولا بد تبي تأخذ، أخذ الكوليسترول، أخذ الليبيتور فترة يعني مثلا في يعني في البدايات، بعدين حاول انك انت تستعيض عنه بطريقه الليمون مع العسل والماء اللي هي الصبح. هسه قاعد استخدمها حاليا. نعم، اللي هي ملعقه وسط. يا ليت المشاهدين على موضوع الكوليسترول، يعني ملعقه متوسطه من العسل الطبيعي في كوب ماء دافي، تعصر عليه نص ليمونه، تحركه تمام وتشرب الشراب هذا. وزيت زيتون قبل، ما له داعي زيت الزيتون، خليك ما في داعي. انت ممكن تحط زيت زنجبيل ان حبيت وياهم، زين، بس خليك انت على العسل ملعقه وسط مع كوب ماء دافي، تعصر نص ليمونه على الخلطه، تحركها تمام، تشربها قبل لا تريق بنص ساعه، وتحاول خلال نص ساعه هذه اي رياضه خفيفه، سواء مشي، زين، مشي مثلا، خلينا نقول مثلا جيت من صلاه الفجر شربت الطريقه هذه على ما العيال يقعدون وهذا وكذا، انت تمشي حوالين الفريج ولا هذا نص ساعه كذي، مشي خفيف وترجع تريق. اذا تمشي عليها هذه الطريقه تحافظ عليها لمده شهر، عيد الفحص شوف الكوليسترول معك شلون يصير. ماي وليمون وليمون عسل بس، وزيت زيتون ممتازه. ان حبيت تضيف زيت الزيتون، انا اضيف عليه زيت الزيتون، بس انت عليك تحرص انه يكون زيت الزيتون، نحاول يكون اصلي، يعني انا احاول مو زيت ولا نشتري، انه يكون اصلي لا باس. ممكن تحط، ممكن هذا الماء تكون انت غالي فيه زنجبيل، ها طازج، هم هذا بعد لا باس. واحنا لبتور ولا بتور، انا قلت لك هذا الشيء موجود، لو تقرا التركيبه لبتور تلقى ماده الاسلس اللي هي يقولون انها مسرطنه وكذا، مسرطنه على الشامبوات. طيب احنا قاعد ناكلها، يعني تدخل الجوف، فهني شويه الواحد يعني يشوف المعلومات تتضارب. الكوليسترول هو الدهن الثلاثة اللي يسمونه ولا مخصوص. نعم، ترايجليسترايد، نعم نعم، هذه الطريقة وايد زينة. يقول لك إذا تجاوز 5 خفر خطر، يعني إذا تجاوزت 5 مثلا، إذا تجاوزت 5.2 أعتقد، فأنت دشيت مرحلة الخطر، أو 5.5 حاجة زي هذه، تكون أنت دشيت الخطر. ولاحظ الكوليسترول ترى يعني هو عندك عالي الكثافة وعندك قليل الكثافة، قليل الكثافة هو الخطر، وعاي الكثافة يسمون هذا النافع، بس أنت عندك مركبات كوليسترول وايد يعني في الجسم، أكثر من مركب. أنت بالنهاية تشوف عندك أنت توتال كوليسترول اللي هو يشمل قليل الكثافة ويشمل عاي الكثافة ويشمل مركبات كوليسترول ثانية. ترى في مركب كوليسترول في الجسم هو اللي يستقبل أشعة الشمس عشان يكون فيتامين دال في جسمك.